هلو هلو everyone, this is lesson number 5. بهذا الدرس رح نتعرف على الكاونتينج. شو يعني كاونتينج؟ كاونتينج يعني بدنا نعد نحرق الأرقام من 1 إلى 10. هذا المطلوب منا. 1 2 3 4 5. From 1 to 10. From 1 to 10. Excellent. يلا شو الكلمات الرئيسية نقرأ؟ on 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شو يعني كلمة يعد؟ يعد count. عيدوا معاي شو يعني كلمة يعد؟ count. يعني بتقدر تحكي يا شهم إنه I can count from 1 to 10. Excellent. شو المطلوب منا يا طلاب نعمل؟ Students are expected to demonstrate recognition of numbers and English letters. يعني خلص هلا ما دامنا خلصنا الفاقد التعليمي لازم نحن نكون عارفين كل النمبرز. اوكي 1 تو 10 المطلوبين عندنا نحن صف اول، نهايه الصف الاول صف ثاني، وبدنا نعرف كل الاحرف. لازم خلص نكون عندنا ماستر عليهم كامل، اللي هي كل الاحرف اللي بالانجليزيه from A to Z. رح نبلش معاكم ب look and point. عندنا هاي الصورة بدها تحكي عن حديقتها. شو معنى حديقة بالانجليزي؟ حديقة park. شو معنى حديقة؟ garden. هيها إذا نقرأ هون الجملة. This is my garden. Excellent. This is my garden. خلينا نشوف شو في عندها بالgarden، شو في عندها أشياء ونعد مع بعض. يلا how many cats؟ dog. نقرأ cat. one cat. طيب كم عدد الدوغز؟ How many dogs? Two cats. Two dogs. How many flowers? Three flowers. طيب how many trees do we have? Four. يلا recount. Count. عد. One. Two. Three. Four. Four trees. Excellent يا صفتاني. هنا. Five butterflies معناها فراغ. شات. يلا count. 1 2 3 4 5. Excellent يا تاني. طيب يا شهم عدي لي from 1 to 10. Count from 1 to 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Excellent. طيب خلينا نشوف هذا التمرين. Look and say. شو بتحكي البنات؟ احكي لك هلو هلو اي ام دانا. اذا شو اسمها؟ واتس هير نيم؟ دانا. اي كان كاونت ذا كاندلز. هاي كاندلز شايفينهم؟ الكاندلز معناها الشمعات. تمام هسه خلينا نعد وبدنا نوصل. ستة يعني 6، 7 يعني 7 يعني 7، 8 يعني 8، 9 يعني 9، 10 يعني 10. ممتاز. إذا هون ما بدنا نوصل، بس بدنا نعرف كيف يعني بنكتب كلمة 6 بالرقم. يعني الرقم هيك بنكتبه كتابة كرقم، وبنكتبه كتابة ككلمة. 6 تكتب S I X. 7 تكتب S E V E N. والايت اي اي جي اتش تي. الناين ان اي ان اي. والتن تن تي اي ان. فيري جود احسنتم يا صف ثاني. عندنا هون تريس اند ماتش. هون مطلوب منا نوصل. اذا شو بدنا نوصل؟ بنحكي رقم 1 1 مع 1، 2 مع 2 اللي هي هاي، 3 مع 3 بنوصلها مع بعض يا تاني. 5 مع 5 وال4 4 مع 4 مع كلمة 4 هيا في أول وحدة. وهون يلا 6 1 6 6 6 6 مع 6 اللي هون. تمام 7 مع 7 اللي فوق. 8 مع آخر وحدة. 9 مع هاي اللي بالنص. 10 الأولى الثانية. ممتاز. هون بس علينا ننسخ الأحرف زي ما احنا شايفين كلها كاملة. ننسخ كمان تو زد. هاي هي كل أحرفنا
اللي بدنا نكون حافظينها كتابة capital and small، هدول مطلوبين منا يا تاني بنكتبهم على دفترنا، بنحفظ بالضبط كيف بنكتبها. شايفين كيف بالسطر على السطر كيف بالأعلى إلى أسفل، كيف الـ small letter بتنكتب دايما الـ small، بنكتبه بالنص لما يكون عندي أربع أسطر بنكتبه بالسطرين اللي بيكون لونهم أحمر، تمام؟ والاس الكابيتال مثلا كيف تنكتب، ندرب عليهم مظبوط مظبوط يا تاني، عشان نشوفكم ان شاء الله ببداية العام الدراسي القادم. كل عام وانتم بألف خير، الى اللقاء. حطوا لايك وشير وسبسكرايب والكومنت والاشارة. باي باي.